جدا جدا جدا. لو رحنا للدست واحد يقول لك فيها بقى حرام، يقول لك معلش استحملني بس، خلي دي 100 بس، هنغير في الاوبستي. لا مش هنغير في الاوبستي، ده هخليه 5000 عشان اقل كمان. ايوه عشان يشبك في بعضه كده. الواي اكبر، ماشي. طيب لو رحنا للون اللي عامل ازمه ده، خدته كده، خدت ده كده، في مشاكل كده. طيب اصل لون مطرب قوي ورخم، ولو انا خدت هنا لون غامق سنه، ماشي كده جت. يعني نقول يعني طب انا هاخد ده كده واخد ده كده، كده حلو قوي قوي قوي. الاتنين دول تقريبا اعتقد درجة واحدة. اعتقد ده لو فتحناه سنة وخدناه كده نزلناه تحت سنة، هيدي درجة كويسة في الحتة دي. حلو، نيجي بعد كده ل الاول فايل سيف. بعد كده كل بقى اللي هعمله هعمل الماي دريمز اللي بتنزل منها. طبعا هروح دبل كليك واروح لملف دريمز دوت اي اي سي اللي انا خدته من سينما 4 دي، واعمل اوبن. هينزل لي بالشكل ده كده dreams.c4d، وهينزل لي السبيشال باسز بتاعتي، وهتنزل لي الباسز الاصليه بتاعتي. نفتح الكومب اللي هي dreams.c4d، هي مترحله شويه معلش. هاخد دول كلهم واضغط على حرف الجيم او البيجن براكت، وهروح عند الفريم رقم هو 290 290، واعمل كنترول زد، اسف كنت اعمل سيلكت، واعمل كل دول كده، واجيب الفريم ورك اريا واخليها بالمنظر. عندي بعد كده حاجه مهمه جدا لو خدتوا بالكم منها. اولا مش ده اللون اللي انا عايزه، لان هو ده شغال على ريدوسكي بس. هاخد ال من سبيشال باسز، عندي الاصل بتاع الريندر بتاعي اصلا اللي هو ملف الار بي اف، او ان ناخد السينما طلعه لي اللي هو ملف الار جي بي. اي حاجه تعجبك مفيش مشكله خدها، هاخد ملف الار بي اف. لو تفتكروا كنت انا اتكلمت على الار بي اف ده، لكن بصراحه الورش طولت قوي يعني، فخلوه في محاضره تانية او في حتى في درس لوحده هقول لكم الار بي اف ده تعملوا بيه ايه. هاخد الار بي اف انزلها تحت وابدا اظبط البلند مودز بتاعتي، اضغط اف 4. عندي الديفيوز ده لو غيرته هيظبط لي الدنيا. غير الديفيوز لحاجه لحاجه فاتحه، لايتن مثلا، تمام. ممكن لايتن، ممكن سوفت لايت، لايتن تاني، لايتن احسن، تمام. بس انا كده فقدت الامبيانت اوكلوجن اللي انا كنت عامله، مفيش مشكله. هاخد الاي او، راح فين راح فين راح فين، ادي الاي او، حطه فوق دول كلهم كده. بعد كده خلي الاي او على طول مالتي بلاي، الدنيا رجعت زي ما كانت. بص فرق. طب بس انا كده فقدت الالفا، انا كده فقدت الالفا. ده دور بقى السبيشال باسز اللي انا كنت عمال اتكلم فيها. ادي اول واحد، ادي التاني بتاع حرف الام لوحده، تمام زي ما انتم شايفين، بصوا كده، وهكذا. انا محتاج مين بقى؟ محتاج الباشا ده، محتاج الباص ده. بس الباص ده عشان اعرف اخده
يبقى انا هعمل لده كله كده اهو، كنترول شيفت سي، ودي هسميها دريمز بيز. دريمز بيز هاخد الماتيريال او المات احطها فوقها بالمنظر ده، واخلي الدريمز بيت تاخد اللومه من الباص ده. على فكره الباص ده من وراه اسود يعني الفا، لو خدت اللومه فانا كده فرخت بالشكل ده. شفتوا بقى السبيشال باسز فايدتها ايه؟ انها بتفصل لي الاوبجكتس عن بعضها. طيب كده جميل، وفصلنا ال ماي دريمز عن بعض. طبعا لو انا عايز افصل حرف حرف يبقى ايه؟ هعمل لدي بري كومبوز ودبل كي. طب مثال عشان تشوف، هعمل كنترول شيفت سي وهسمي دي ام مات على اساس ان دي بتاعت حرف الام يعني، وهاخد رقم 2 فوقها كده واضغط لومه، يبقى انا فصلت حرف الام، وهكذا كنترول دي من الام مات، وهاخد بعد كده فوقها اللي انا عايزه، وبرده نفس الموضوع هيبقى هنا. طبعا هشيل دي كده، يبقى دي الام والواي تمام. وبعد كده انا عدليها دي 50 مره، ادي 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 كده مظبوطين. هاخد بعد كده هاخد بعد كده ايه؟ اولا دول كلهم اللي هم ادي نو نو نو، كل ده كده دي كده مظبوطه مفيش اي مشاكل. دول كده دي مع دي، دي بتعمل ايه هنا؟ دي هاخد دي فوق تمام كده، لو شلنا دول كلهم حلو قوي كده. تعالوا نمسك ده اولا، ادي واحد وادي تاني وادي التالت وادي الاخير، حلو قوي عسل قوي كده حلو قوي. طب نخلي دي ودي 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 تمام. نيجي لده لومه، ونيجي لده لومه، واجي لده لومه مات، واجي لده لومه مات واشيل دي تمام. هو حرف الدي ادي 2 3 4، حرف الدي ده كان رقم 4 حرف الدي ده كان رقم 4 تمام. كنترول، هو فينا واحده زياده ولا مفيش؟ مفيش. كنترول دي تمام، واخد رقم 4 هي مظبوطه. بس كده انا خدت الحروف من غير الحبال، خدت الحروف من غير الحبال. ليه بقى؟ لان انا عايز اخلي الحروف دي عايمه زي الميه كده تمام. يعني انزلها هنا تمام، تبقى عايمه كده زي الايه، زي الميه بالظبط. طيب ال وانا ما اديتش اعتقد والله اعلم ان انا ما اديتش اوبجكت بافر، ما اديتش اوبجكت بافر للحبال لوحدها. مفيش مشكله، عامه دول كده اتفصلوا، دول كده مفصولين لوحده. طيب تعالوا نشوف كده البري كومبس اللي احنا عملناها عشان ما انتوش. اولا انا عملت الام او دي هنسميها مش ام بقى، دي هنسميها ليترز مات، ودي البيز ودي الاصليه بتاعتها. طيب البيز دي اللي كان فيها
كله على بعضه، والليترز مات دي اللي كان فيها اللي احنا فصلنا فيها الحبال. مش عارف والله، انا فاكر ان انا اديت للحبال حاجه ولا ما اديتش، مش عارف، بس ما اعتقدش. ما اديت لهاش، ما اديت لهاش، مش مشكله. انا ليه فصلت الحروف دي؟ بصراحة يعني هي الفكرة دي جات لي حالا وانا شغال، قلت ازودها. يعني انا عايز الحروف دي لما تنزل في المية، انا طبعا هخلي الحروف، يعني انا عايز اخلي الحروف دي لون تاني، واول ما تنزل تبدأ يعني الحروف دي تدوب، يعني تلاقي الحرف ينزل يطلع منه او يتحول لبارتكلز، تمام، وتنزل الحروف الاصلية زي ما هي، ده الحروف المتعلقة في الحبال. يعني معنى كده ان انا هاخد في مرحلة ما هاخد ده تحت كده، بحيث دول يطيروا ويتبقى الحروف الأصلية دي. ازاي؟ ادينا مع بعض. طيب الاول انا عايز دول يتلاشوا، اذا انا هشتغل اما بارتيكولر او فورم. الاسهل، الاسهل اشتغل بارتيكولر. طيب عشان الحروف دي تتلاشى، عشان الحروف دي تتشال، طيب نروح لكومبوزيشن، نعمل كومب جديدة، ودي هنسميها سمول وايبت ايدج، سمول وايب ايدج، واروح بعد كده لاير نيو سوليد، خلي دي سودا، واحط سوليد تانية، خلي دي بيضة. بالمناسبة التكنيك ده انا اشتغلته لسه من كام يوم لشركة عين العربية انتاج الفني، اللي هي صاحبها الاستاذ احمد الفقير، معانا في احد اعضاء جي اف اكس اكاديمي المميزين كمان. نروح للاول البلاك سوليد، انا حطيت عليها لينير وايب. بالمناسبه من هنا تتحكم في اتجاه الوايب، طبعا عايزه من فوق لتحت، من فوق لتحت. تعالى مثلا عند الفريم 5، قبل الفريم 50 الاول، هي دي وهي بتنزل كده. طب الوايب انا عايزه يبدا منين؟ يعني ممكن اخليه يبدا من قول من الفريم 30. طيب يبقى انا هاجي هنا عند الفريم 30 و الوايب بس الاول شغال منين عشان ابقى عارف. شغال كده، لا انا عايزه يشتغل كده، تمام. يبقى اخلي ده 100، وعند الفريم 50، عند الفريم 50، تمام، عند الفريم 50 يبقى 100%. نعمل الفيزر ده وليكن حاجة بسيطة كده، يبقى كده دي اول واحد. ممكن عشان الواي بيبقى واقعي شوية ممكن نحط روفن ايجز، ونخلي البوردر كبير، ونخليها سبايكي، هي عام زي النار كده. بالمناسبة لو بتشوفوا قناة الحياة بتاع العرق سوس، لما بيظهر من ورا برج الجزيرة بتلاقوا الافكت ده. ده هو كبير شويه في قناه الحياه بالبوردر، لو انت زودت البوردر كده هيزيد معاك. يعني حاجه كده افتكرتها في السكه وانا شغال، فقلت ايه اقول لكم عليها بالمره. ممكن الشاربن لو انت عايز تزوده هيزود الحده قوي. السكيل يدي ديتيلز، كومبلكستي تدي ديتيلز فظيعه بصراحه، بامانه خليها كده.
ده الافكت بتاعنا، دي اول حاجه. على فكره البارتكلز انا هعتمد على الاسود ترانسبيرنسي وعلى الاوبيك المكان اللي فيه البارتكلز او على الابيض. اذا البارتكلز لما كل ما الابيض يحصل او العكس يا رب، كل ما الابيض يحصل البارتكلز تطير. ده اللي انا من الاخر بالبلدي كده ده اللي انا هعمله. ده كده السمول وايد. طيب او دي كده الحته اللي هيبقى فيها البارتكلز. الحروف بقى كلها تتشال بايه؟ نفس الكومبوزيشن دي. تمام، لو رحت هنا الاول عايز اطلعها بره. تمام، وهعمل كنترول دي وهسمي دي بيج وايب. هي هياها، هسمي دي بيج وايب. كل الحكايه بقى ان انا مش عايز الروفن ايدجز، هاخد اللينير وايب كنترول كنترول زد. طيب اروح للسمول وايب واشيل ده واخد كنترول سي واحطه على الباشا ده كنترول في. تمام، طبعا فيزر يقل. طبعا طبعا غلط، لان انا المفروض ابقى واقف في نفس مكان الكي فريم. المفروض ابقى واقف في نفس مكان الكي فريم، عشان كده في فرق كبير قوي حصل. هاخد الاثنين دول كده كده هيجي لي خط. ايوه هو ده اللي انا عايزه. تمام، لو انا رحت كده ورحت، طب ما تخلي ده 55، خلي ده 55، وممكن البتاع السودا دي او زق البيضه كده. حلو قوي. نقفل بقى دي ونقفل دي، وتعالوا نشوف بقى هنطير الحروف دي ازاي. طيب اولا انا عايز البارتكل او البارتيكولر يمسك في دول. طب ما هو استحاله يمسك فيهم كلهم كده، يبقى لازم اخليهم كلهم كنترول شيفت سي ونسميها بارتيكولر مات، عشان يبقى كلهم لير واحده. تمام، واخد ال فين بقى فين بقى فين بقى فين السين وايب فين او السمول وايب. بصوا كده السمول وايب هيشتغل فين؟ هيشتغل من اول فريم 30 30 30 30 30 30 يبدا يشتغل. ايوه بالظبط كده. حلو، هخلي ده لوما مات. كده الحروف دي كلها هتطير. يبقى بصوا كده ايه اللي هيحصل. على فكرة يشتغل بدري شوية بس مش مشكلة. بص كده كده الحروف دي هتطير، بس فيه حاجة ان ده كده يو هو كده شغال من. طب انا عايزه يشتغل من حاجه من فريم 15، ومش عايزه يبقى سريع قوي بصراحه، هو سريع جدا بامانه يعني. ده الفريم كام؟ ده الفريم 70. طب 70 ده شكله ايه بقى؟ ما طب مش عايزين لومه مات. 70 ده شكله ايه؟ خليك عند 100 كده. اذا ده بقى من فريم 15 لفريم من فريم 15 لفريم 100.
تمام. يبقى التاني ده برضو البيج وايب زي 15 100. جميل. خلوا بالكم من نقطة، ان اتجاه اللينير وايب، اتجاه اللينير وايب في الاتنين يحدد الاتجاه بتاع الدوبان بتاعك، انت عايز تدوبه في انهي اتجاه. لو احنا رجعنا لدريمز دي كده وجينا بقى نشوف الدنيا عامله ازاي. ايه ده، اسف، هخلي دي بقى لومه نجرب. ايه بالظبط كده، حلو قوي ده، يعني تبقى شكلها حلو على فكره. تحس انها بتدوب شويه وبعدين تنزل تدوب، يدوب منها حبه كمان بالمنظر ده، حلو جميل. بعد كده بقى انتوا عارفين دريمز سي 4 دي، انا هسميها يا فين اهي، وبعدين انا هطلعها، هطلعها بره اساسا. وكونتنت باي تايب دريمز سي 4 دي انا هسميها ملت امتر. ليه بقى؟ لان هاخد، على فكره ملت تقريبا بالاي مش بالاي، بالاي، لان هاخد اللاير دي هخليها امتر للبارتيكولر، البارتيكولر هيطلع من اللاير دي، يعني البارتيكلز هتطلع من اللاير دي. طيب البارتيكولر مات دي هنحتاجها كمان شويه. تعالوا بقى في الكومب، او هنعمل كومب تانيه اساسيه عشان ناخد جواها بقى ماي دريمز بالبارتيكولر بالقصه بتاعتها دي. هنروح للكومبوزيشن وهقول له letters main disperse. هاخد في letters main disperse دي هاخد الاميتر اللي انا لسه عامله. عايزين نخلي بقى الدنيا كده عشان تبقى سريعه شويه، لحسن ايه الوقت كده طول قوي، ماشي بالمنظر ده. وهروح كنترول واي واسميها بارتيكولر، وهاخد البارتيكولر بسرعه كده، اروح اخلي الاميتر بدل ما هو بوينت انا عايزه لاير، عشان اخد له اللاير، اللاير بتاعتي اللي هي الاميتر دي، انا مش عايز الاميتر تظهر. هروح للفيلوسيتي، مش عايز اي حركه خالص لاني مش هعتمد على الفيلوسيتي في اي حاجه. لاير اميتر، لاير ميلت، على فكره لو اخترت ميلت دي مش هيعمل حاجه. ليه؟ لازم عشان تختار لاير اميتر للبارتيكولر تبقى اللاير 3 دي. بعد كده هتقول له اللاير سامبلنج، هي كارنت تايم، كارنت تايم عمرها ما تظهر اي حاجه، خلينا على الفل. لكن لو انا قلت له البارتيكل بيرث تايم، تمام، يبقى انا هجيب البيرث بتاع البارتيكلز وهقول له اشتغل لي على السايز، نشوف كده ايه الاخبار، مفيش حاجه. طب ليه؟ نرجع نشوف هنا. اللاير نون المفروض نقول له الاميتر. بصوا بقى كده اللي هيحصل، رندر بس الفول رندر بتاعه. طب بلاش فول رندر، خليها ثيرد. نشوف كده هيعمل ايه، احسن الدنيا كترت قوي، تقلت قوي. تعالوا نخف، نحاول نخف الدنيا شويه، نروح لبارتكل
ونخليها تقعد مدة أقل. نروح ل edit purge all، نخف الدنيا عن، كان في كتير قوي في الرام، نخف الدنيا عن البرنامج شوية. احنا شغالين بقالنا فترة طويلة، اعتقد الدنيا اتملت قوي. ونخلي مثلا السايز مثلا بواحد، وممكن نخلي السايز راندوم ب80%، يبقى في راندومايزيشن. الاوباسيتي مثلا ب60%. نجرب كده نعمل ريندر بعد ما فضينا الرام ونشوف الوضع هيمشي ازاي. لو خدنا بالنا بصوا كده، هتلاقوا ان ماي دريمز اصلا اتشكلت بالباركتلز، عمل فول كواليتي لما انا عملت زوم بنسبة 100%. طيب نخليه يكمل ونشوف. برنامج الكامتازيا بيتقل الرندر بطريقة فظيعة. نخليها على الهاف عشان نبقى احنا شغالين كويس. طبعا انا محتاج عدد بارتكلز زيادة، انا يمكن كنت عامله 50,000، لكن اعتقد هحتاج عدد اكتر من كده ان لم يكن اجرب الفول كواليتي. مش فاهم ازاي نحتاج عدد اكبر من كده. حط كمان زيرو، تمام. طبعا العدد كده بقى بتاع 500,000 بارتكل كده، متهيألي كويسة جدا. طيب لو انا رحت على ممكن اقول له الكالر، مش عايزه دلوقتي، خليه دلوقتي. لو رحت على الفيزيكس اير، رحت على الويند على واي، اخليها بالسالب، سالب مثلا 60 عشان تطلع لفوق. وهروح على التربولنت فيلد او التربولنس فيلد، وهعمل تربولنس على البوزيشن وليكن مثلا ب 150، 250 اهو، حلو قوي 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 كده. تعال نعمل كده ريندر ونشوف، نشوف كده الريندر بقى وشكله عامل ازاي. طبعا لسه هنظبط فيه ونطلعه بشكل برضو كويس زي ما انتم شايفين. طبعا في بقى حاجه بسيطه قوي، لو انا مسكت دي كده، لو انا رحت للبارتس ورحت هنا وجيت على الجرافيتي، تمام، خليتها بالسالب، بارتك ازاي تطلع لفوق. طبعا نستنى شوية الدنيا على اخرها يعني. طبعا الموضوع دوت هيساعد ان كل حرف يبقى له زي رذاذ مية، كأنه خبط في المية كده، حاجة بالشكل ده كده. شك انها هتبقى جميلة جدا على فكرة، بس عايزين بس في شوية حاجات بسيطة. البداية هنا مش حلوة. لو انا رحت ليه size over life وخليته مثلا كده، برضو نفس الموضوع في الاوباسيتي، يعني عشان يبقى كله حاجة واحدة. تعالوا كده نعمل ريندر ونشوف الموضوع هيبقى شكله عامل ازاي. لو جينا عملنا زيرو بقى شكلها بصراحة حلو جدا زي ما احنا شايفين كده، هيبان كأن بالظبط عملت زي فقاقيع مية نزلت فيه، وهي نازلة في سطح المية او نازلة تحت المية. تعالوا نحط اللون بقى، نروح مثلا هنا كده. بالمناسبة الوايب ده لو انت عايز تتحكم فيه
لو تفتكر انت عندك في الملت اميتر انت عندك السمول وايب. تعالوا نقفل ده كده، الوايب بيطلع او البارتكلز بتطلع من المساحة دي كلها. لو انا فتحت دي هقفل ده، هاجي على السايز نفسه اخليه 30، وده اخليه مثلا 45، اخليه 40. هو كمان ممكن لو انا زقيت دي سنة، طب دي سنة، ايوه بالظبط، يعني هقلل الموضوع شوية. فهفتح دي بقى كده، هلاقي الدنيا اختلفت اختلاف كبير بين الاتنين، لاني هقلل المساحة اللي بتطلع منها البارتكلز. تمام، لو رجعتها فول ريز عشان نشوف بس الدنيا ظروفها ايه، طبعا هلاقيها قليلة قوي 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 قوي. فهرجع تاني للملت متر كده، بصوا المسافة بقت قليلة قوي، وهرجعها زي ما كانت سنة، ممكن ازودها كده. لو رجعت هنا هلاقي الدنيا بقت اوضح واحسن. لو رجعنا للبارتس، تعالوا نروح للأوباستي راندوم ونخلي دي مثلا تكون 60%، فالدنيا تقل شوية. ممكن اروح للبلند مود اخليه اد، ممكن اروح للكالر اخليه راندوم فروم جريدينت، واروح لكالر اوفر لايف، وتعالوا ناخدها كده مثلا، واحط هنا وليكن لون ازرق داكن، وهنا وليكن لون تاني، وهنا وليكن لون، افتح كده مثلا. طيب كده خدنا تقريبا لون المية، فاضل بس اللون الابيض ده، عايزه في اقل او في اضيق الحدود. نخلي ده مثلا وليكن لون، بحيث اخد درجات مختلفة من التلات الوان. الموضوع كله حسب الذوق بتاعك انت، وحسب الطريقة اللي انت عايز تعمل بيها التصميم. فاضل حاجة واحدة ان انا اروح لريندرنج موشن بلر، واقول له اون للموشن بلر، واخليه زي ما هو لينير. هي الدنيا مش ناقصة تقل، او خليه سب فريم. تمام، خليه سب فريم. كاميرا موشن، احنا ما عندناش كاميرا اصلا. ممكن اخلي السب فريم ده 9 12 8 زي ما هو، لان احنا مش اعتقد كده شكله كويس قوي و حلو قوي ومناسب قوي ان احنا نبدا نشتغل. فاضل بس ان انا اخد الار بي اف واحط، او مش الار بي اف بقى، يعني اخد البيز. في بس فرق هنا، الفرق ده اعتقد هيبقى من الحته دي. لو انا خدته من هنا كده، ونفس الموضوع خدته، لا الدنيا كده هتبوظ، خدها من هنا كده. و
رحت للراندوم بتاع الاوباستي خليتها 20، الراندوم بتاع السايز خليته 50، العدد وهنا 500 هخليه مثلا بحيث يزيد شوية. كده اقفله وده كده اقفله، اعتقد برضو من هنا يتقفل ومن هنا يتقفل، عوضنا المساحة اللي احنا فقدناها. فاضل ان انا عايز اغير في لون دول، هخليها 3D واروح لير نيو لايت وهاخده بوينت لايت وخلي لونه زي لون او قريب من لون المية اللي احنا عملناها، و ارجعه لورا شوية. مش هيعمل فول اوف تايم، يبقى ابدل لون اللايت ده او ابدل نوعه بسبوت لايت عشان يديني فول اوف. طيب هروح لده كده واصغر الكون انجل تمام، و اخده لقدام. ايوه هو ده الفول اوف اللي انا عايزه. ونروح على دي نفسها وتنت تنت 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 تنت. طيب خلينا في كيرفز، خليها زي ما هي واروح للريد، اسحب الريد شوية، الجرين ازوده، البلو هرفعه وراخر، واروح لتنت نفس الموضوع بس ارفعه فوق دي، واقلل المود شوية. ثواني بس ناخد الليترز مين دي بقى ونحطها معانا هنا. شوف بس يبقى شكلها جميل، شكلها جميل. لكن 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 عايز ارجع لها شويه من الكلر بتاعها، وفي نفس الوقت عايز افتحها شويه كده. في ايه كمان ايه كمان؟ ما اعتقدش ان في حاجة تاني بصراحة، بصراحة انا تعبت. تمام بالمنظر ده كده. كنتوا انتوا شايفيني كنت انا عامل دي كأنها بترقص. تمام، دي بقى انسب حاجة اعملها فين عشان تسمع في البارت، في البارتكل وتسمع هنا في هو انا واخد مين؟ انا واخد الملت، الملت جواها البارتيكولر مات اللي هي دي اللي هي دي. بصوا انا خدت دول كلهم كده كنترول شيفت سي، ودي هعملها فورم مات، تمام مفيش اي مشاكل. بسرعه كده هروح لاير نيو سوليد وهسميها فورم وهحط عليها الفورم، وفي البيز في البيز فورم تسيبه زي ما هو، هخلي السايز 1280 اللي هي نفس حجم الكومب اللي طالعه من السينما،
في 720 وعلى الزد بواحد، ونفس الموضوع 2280 في 720 لان عايز البارتكلز تاخد نفس اللون. اروح لبارتكل، قبل ما اروح لبارتكل هروح للاير مابس كولر اند الفا، وهقول له خد لي الكولر من الفورم مات، شيل دي بقى ما انتش عايزها، وهقول له ار جي بي ايه عشان ياخد يقرا الالفا، واقول له اكس وواي كده تمام. لكن زي ما شفتوا اللون بهت، لما اللون يبهت منك على فكره في الفورم بالذات في حته كولر اند الفا هتروح للفيذر ده وتخليه زيرو وترجع دي نورمال كده، يبقى انت رجعت الدنيا زي ما كانت. كل اللي انا عملته ان انا خدت نفس خامه الديسبليس ماب، شلت دي، روح للفورم مات، اسف للفورم، وروح للديسبليس نفس الموضوع، لا مش انديفيدجوال، اكس واي، وخد من الديسبليس قلل دي خليها ولتكن ب 10. انت كده عامل زي ما انا كنت عامل بالظبط في الفراكتال فيلد. روح للديسبيرس دي خليها مثلا بتاع 10 هي كمان. وعندك بعد كده ممكن تقول له افكت اوباسيتي تخليها ب 20 بحيث تعمل شويه يعني كاتس كده، بس الانتي الياس في السينما ما كانش مظبوط عشان كده عمل الكلام ده، فانا هخلي دي بخمسه. هيبقى في اي حاجه؟ دي كده مناسبه جدا. ممكن اقول له الفلو ايفولوشن، او خليها على فكره بتاع اي بي اس دي جميله جدا، بتحافظ على الشكل، مش بتحافظ عليه قوي بس فعلا بتدي نفس الكوردينيتس بتاعه الشكل. الاف سكيل ممكن اخليها 15، ازود الديتيلز حبه، وكفايه عليكم كده، كفايه عليكم كده بس كده. لو رجعت هنا قفلت، هرجع هنا هلاقيها سمعت في البارتكلز، وكمان في دي استنى عليها بقى، لان كده الدنيا تقلت جدا 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 جدا. طيب زي ما انتم شايفين هي ما سمعتش في دي، ولو خدت الكومب اللي انا اشتغلت عليها من شويه مش هتشتغل، مش هيبقى مش هشتغل على الحبال دي. طيب حلها بقى ان انا هضغط على الاميتر وافتح دي واخد الاثنين دول كنترول اكس، ارجع دي زي ما كانت، وهحطهم هنا في تمام. طبعا الفورم مش هيلاقي اللي ياخد منه، فهقول له خدها من الاخيره اللي تحت دي اللي هي الار بي اف. ار بي اف اسف للديسبليسمنت ماب، دي اللي مش موجوده فعلا بس كده. كده ظبطت تمام، هو بقاش فيه اي بقاش فيه اي مشاكل. طبعا كل دول هاخد ده وده كنترول اكس واحطهم على الفورم المره دي بقى كنترول في، بالمنظر ده كده التنت. شيل دي ولا خليها، هو كده كده واخد منها اصلا. نعمل التنت الكيرفس. واحد هيقول لي من شويه انت كنت عامل لايتس اللي هو اللايت ده، طب اللايت ده مش هيشتغل، هنشتغل بايه بقى؟ نفس الموضوع نفس الموضوع، خد لير نيو
لايت. تمام، وخليه بوينت لايت. وروح لفورم، افتح الفورم يا سيدي، ادي الفورم، افتح الفورم، انزل تحت كده حبتين، اتمشى شويه، روح لغايه الشيدنج، خلي الشيدنج اون. تمام، خليها سرد بقى، يعني نظبط الدنيا شويه. نروح لللايت، ارجع باللايت لورا، هي هتضل المفروض اطلع بيه لقدام. وهنعمل احنا نعمل دوبليكيت على فكره لللايت ده، هي فعلا ضلمت، اطلع بيه لقدام عشان تنور. وهعمل دوبليكيت لللايت، احط واحد هنا فوق والتاني فوق هنا، يعني كده بحيث ان يبقى الاناره واحده في كله. تمام، دوبليكيت لنفس اللايت ويتحط. واحدة واحدة بس لغاية ما يتظبط. كنترول دي دي 2 دي. واحد هنا، ويبقى فوق. عشان ينور حرف الام. والتاني قصاده الناحية التانية. تاني قصاده التانية كده. زقه بس جوه سنة. والتاني برضو اللي هو اللي على اليمين ده برضو هيتزق لجوه سنة. لو رحنا ليه اعتقد مش هنحتاج، مش محتاج الكيرفس بتهيألي. يعني ولا هنحتاجه؟ هنحتاج التنت، نشوف كده ظروفه ايه. طيب نروح لنسبة اللايت سيتنجز. اللايت ده انا عاوزه ياخد ادي لون، واللايت اللي الناحية التانية ده ياخد لون تاني. نرجع للووتر كومب، نشوف الدنيا عاملة ازاي. تمام، اصلا لو عملنا دي كمان 3D كده اختفت وسط الدخان واللايت والكلام ده كله. ولو رجعنا هنا ورحنا للفورم وشلنا التنت نفسه عشان نرجع الالوان شوية عشان هناك تظهر، عشان او الكيرفس عليناها سنه. والتنت سيبنا زي ما هو، ورجعنا هنا
هنلاقيها بالمنظر ده. بس يعني نروح في دي ونفتح الفورم، وهخلي البلند مود بقاد، وارجع للووتر كوم، كده بقت احسن على فكره ومندمجه في الجو نفسه بتاع البيئه نفسها او الانفايرمنت نفسه. هزق اللايت ده لجوه شويه عشان بس ينور الدنيا حبه. ارجع هنا كده، اعتقد هلاقيها مظبوطه. نعمل ريندر وارجع لكم نشوف بقى الريندر. طبعا انا بس رندرت الووتر ورندرت الحروف والفقاقيع دي عشان نشوف الموضوع عامل ازاي. طبعا زي ما انتم شايفين مع كل حركه للحرف يمين شمال يخبط في واحد تاني يطلع الفقاقيع بتاعته زي ما احنا شايفين. اتمنى يا رب تكون الورشه عجبتكم، اتمنى يكون في، انا عارف انها كبيره وعارف انها تلخبط، لكن الحمد لله بفضل الله فيها حاجات كتيره جدا 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 كويسه. طبعا لو انا شلت الاثنين سولو دول واستنيت الفريم ده يعمل ريندر هنلاقي فرق كبير قوي بين الاثنين. طبعا خلوا بالكم ان انت شغال على 32 بت، يعني حاجه تقيله قوي 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 قوي. ده كل ده على فكره ده هعمل رندر هاف، فممكن يعني تغاضيا امشي على 8 بت لغايه ما تخلص خالص، قوم قلبها ل 32. طبعا ده من كارت ده عيب رندر كارت شاشه. طبعا انا قافل، لو المفروض اخليها انتر اكتف، لكن على كل حال او ممكن اروح ل ادجستمنت لاير احط فاست بلر خليه وليكن 15 ريبيت ايدج بيكسلز اف 4 وهخليه سوفت لايت. ادي الرندر بالفول كواليتي. طبعا ممكن نفضل نكمل الصبح، لكن اتمنى يا رب يكون عجبكم الورشه. شكرا لكم، كان معاكم مهندس احمد عبد الرحمن رياض من gfxacademy.net. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.